أهلا بكم، والبداية من الملف الليبي. أعمالا لمواد قانون انتخاب مجلس النواب الليبي وإضافة لمزيد من الشفافية على الانتخابات والمقرر لها أواخر ديسمبر المقبل، أرسلت المفوضية العليا للانتخابات القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لعضوية مجلس النواب إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية، حيث ستقوم كل جهة بالتحقق من صحة البيانات والتي أدلى بها طالبو الترشح والبالغ عددهم 601. سجلت ليبيا خلال ال 24 ساعة الماضية 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 12 حالة وفاة. أوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قد وصل إلى 365,830 إصابة.